أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ففي قراءة أوجز المقال في شرح تحفة الأطفال في بيان حقائق الأفعال، لا يزال الحديث في معاني الصيغ. انتهينا من الصيغة الأولى وهي صيغة أفعل، ووقفنا عند أشهر معانيها، والآن ندخل في الصيغة الثانية التي تليها كثرة ودورانا على ألسنة العرب، يعني صيغة أفعل. صيغة فعل هي الأكثر بين الأفعال المجردة الثلاثية، وصيغة أفعل هي الأكثر بين المزيدة بحرف واحد، وتليها صيغة فعل. وطبعا هذه الزيادة لها معانيها، لا تكون عبثا، فعل على وزن فعل أو فائلة أو فأولة، ثم تكرر العين أي يزاد على الفعل مثل عينه. إذا كانت العين أي الحرف الثاني إذا كانت راء تصير راءين، كرما راء واحدة، بعد هذه الزيادة أقول كرما براءين. هذه الزيادة لها عدة معاني، فرج أو فرجت، أقول فرج، خرج خرج، علم علم. هذه الزيادة لها معان متعددة. معاني صيغة فعل: يزاد على الفعل المجرد الثلاثي حرف من جنس عينه، العين في الصرف الحرف الثاني من الأصول، مدغما فيه فيكون على وزن فعل، للدلالة على مع عدة معان يمكن إجمال الأهم منها فيما يلي. المعنى الأول التعدية، وقد عرفنا معنى التعدية في الدرس السابق. التعدية تضمين الفعل معنى الجعل والتصير، وبعبارة أخرى جعل الفعل اللازم متعديا، يعني معناه يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، وجعل المتعدي للواحد متعديا لمفعولين، وجعل المتعدي لمفعولين متعديا لثلاثة مفاعيل. معنى التعدية مشترك بين صيغة أفعل وصيغة فعل. يأتي معنى التعدية في بناء فعل على نوعين وليس على ثلاثة كما كان في أفعل. أحدهما تعدية الفعل اللازم، فعل لازم تكرر عينه فيصير متعديا، وهذه الطريقة الثانية من طرق تحويل الفعل اللازم إلى المتعدي. الطريقة الأولى زيادة الحمزة في أوله، خرج أخرج صار متعديا. الطريقة الثانية تضعيف العين، خرج خرج صار متعديا. نحو فرحته، فعل فرح فعل لازم، فرح المخلفون بمقعدهم، فرح المخلفون فعل وفاعل، فرح المؤمنون، فرح الرجل، لا يصح أن يؤتى بمفعول به منصوبا بعد هذا الفعل، لكن بعد تضعيف الآين يتحول إلى معنى التعدية. فرحته أي جعلته يفرح، خرجته نومته، نام فعل لازم، خرج فعل لازم، فرح فعل لازم، لكن بعد الزيادة تحول إلى إيه؟ إلى التعدية. والآخر النوع الثاني تعدية المتعدي لمفعول واحد إلى مفعولين، نحو علمته النحو،
علمته النحو وفهمته الصرف علم. يتعدى إلى كم مفعول؟ مفعول واحد ولا مفعولين؟ أيوة، إذا كان بمعنى الاعتقاد يتعدى إلى مفعولين، إذا كان بمعنى عرفة يتعدى إلى مفعول واحد، يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. فإن علمتموهن مؤمنات، أصله هن مؤمنات مبتدأ وخبر، فدخل علم فنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان. لكن علم بمعنى عرف يتعدى إلى مفعول واحد، علم النحو بمعنى عرف النحو، علمت الأمر بمعنى عرفت الأمر. إذن هذا الفعل الذي بمعنى عرف تضعف عينه فيتعدى إلى مفعولين. علمته النحو بمعنى عرفته النحو، وفهمته الصرف، ومنه قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الإمام القرافي رضي الله عنه يستنبط من هذه الآية أن العلم أفضل نعم الله، وأن مرتبة العلم فوق مرتبة النبوة. مرتبة العلم فوق مرتبة النبوة، ولكن كل نبي عالم وليس كل عالم نبيا. إذن كل نبي يجمع بين الصفتين العلم والنبوة، يعني علم النبي أعلى من نبوته، يستنبط منها لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه العبارة في معرض الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قبل هذه الآية؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزلنا إليك الكتاب. ماذا قبل هذه الآية؟ قبل هذه الآية حديث عن الوحي. يعني قبل هذه الجملة كلام عن الوحي، وعلمك ما لم تكن تعلم، بعد تنزيل الكتاب، بعد الوحي إليه ثم جاء العلم، ثم قال الحق وكان فضل الله عليك عظيما. يعني قال عندما يتكلم الإنسان في مقام الامتنان يعد ما فعله للرجل، فعلت لك كذا وكذا وكذا، يؤخر الأعلى، يبدأ بالأدنى ثم يرتقي إلى الأعلى، فالذي يذكر مؤخرا هو الأعلى. فالعلم في هذه الآية هو الذي ذكر مؤخرا بعد الحديث عن النبوة والوحي، فاستنبط من هذا أن نعمة العلم على النبي أفضل وأعلى من نعمة النبوة. وقوله تعالى ففهمناها سليمان، طبعا وعلمك الكاف ضمير في محل النصب المفعول الأول، ما موصولة في محل النصب مفعول ثاني، ففهمناها سليمان، ها ضمير في محل النصب مفعول أول، سليمان مفعول ثاني. ومنه جعل ما اشتق منه الفعل ووضعه في المفعول به، يعني من التعدية أن تكرر العين لمعنى جعل ما اشتق منه الفعل في المفعول به، نحو شسعت النعل، شسعت النعل أي جعلت لها شسعا، شسعا حبل يربط به النعل. وفح القدرة أي جعلها ذات فح. مفهوم الكلام تنبيهان، أحدهما يظهر في نصوص العلماء أنه ينقاس في كل فعل لازم تحويله إلى المتعدي من خلال واحد من ثلاثة، أحدها
زيادة الهمزة في أوله كما سبق. نهو أخرجت زيدا وأذهبته. خرج زيد ذهب زيد. أخرجت زيدا وأذهبت زيدا. والثاني تضعيف عينه، نهو خرجته وذهبته بمعنى واحد. خرجته وأخرجته بمعنى واحد، ذهبته وأذهبته بمعنى واحد. والثالث إدخال حرف الجر في مفعوله، نهو خرجت بزيد وذهبت به. خرجت بزيد، أخرجت زيدا، خرجت زيدا، ثلاث عبارات بمعنى واحد. أذهبت زيدا، ذهبت زيدا، ذهبت بزيد، ثلاث عبارات بمعنى واحد. والجمهور، جمهور العلماء، على التسوية بين الطرق الثلاثة في المعنى. والظاهر الأقرب أن زيادة الهمزة هي الأصل، وهي المتمحضة لمعنى التأدية. يعني زيادة الهمزة لمعنى التأدية هي فقط بلا إضافة. أخرج الهمزة تفيد التأدية فقط، هذا معنى المتمحضة، أي خالصة لمعنى التأدية، هي التي تفيد معنى التأدية دون إضافة أي معنى. أخرج الهمزة لمعنى التعدية مجردا دون إضافة أي شيء. أما تضعيف العين فيضاف فيه إلى التعدية معنى التكثير حقيقة أو مجازا. هكذا قالوا، يعني فرق بين أخرجته وخرجته. أخرجته الهمزة لمجرد التعدية، لكن خرجته يفيد التعدية ويفيد تكثير ما اشتق منه الفعل، يعني الخروج وقع كثيرا. التعدية بتضعيف العين ينضاف إليها معنى التكثير، هكذا قرر جمهور الصرفيين، وهذا إما على الحقيقة وإما على المجاز. وأما إدخال حرف الجر في المفعول فقد يتمحض للتعدية، قد يكون للتعدية فقط، مثل ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم بمعنى إيه؟ أذهب الله نورهم. وقد ينضاف إليه معنى المصاحبة، أقول خرجت بزيد، يعني أخرجته وخرجت معه. عندما أقول أخرجت زيدا معناه أنه خرج وحده بسببي، أما أنا فلم أخرج أو مسكوت عن أمري. لكن عندما أقول خرجت بزيد فالعبارة في الغالب تدل على معنيين، أنا خرجت وأنا السبب في خروج زيد. وقد تكون لمجرد التعدية، ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم. والذهاب لا يتعلق بذات الباري، لأن الذهاب انتقال جسم من مكان إلى مكان، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقد تحدثنا عن هذا في الدرس السابق. يعني التعدية بالهمزة والتعدية بالباء، هل هما متساويان أو لا؟ خلاف بين العلماء. والتحقيق أن التعدية بالباء قد تقترن بمعنى المصاحبة وقد لا تقترن بذلك. نعم. كيف؟ لأننا قلنا هنا أنه ينقاس في كل فعل لازم تحويله إلى المتعدي من خلال واحد من ثلاثة، وهذا يصدق على مررت به أيضا. نعم. الجعل والتصير لا يصح، يصح فيه معنى الجعل والتصير، جعلته يمر أو جعلته مارا، صيرته مارا، يعني أمررته ومررت به. ما الفرق؟ ذهبت به وأذهبته، جعلته ذاهبا، صيرته ذاهبا، يعني معنى
تضمين معنى الجعل والتصيير يصدق في هذه الصورة أيضا. نعم. لا، الظاهر يعني ليس عندنا نص صريح، ولكن يفهم من ظواهر النصوص، يعني عبارات العلماء في المسألة تفيد أن زيادة الهمزة هي الأصل في التعدية. كما نأتي بالمسألة ونقرر ونقول والظاهر، يعني ليس عندي نص صريح، لكن دلالة المقام والسياق والدلالات الثانوية تفيد هذا المعنى. فهمت؟ نعم. وهذا يمر في الجمهور أيضا، الظاهر يعود إلى كلام الجمهور. الظاهر نعم. التنبيه الثاني أن زيادة الهمزة وتضعيف العين أفعل وفعل للتعدية قد تشتركان في المعنى على الأصل وقد تفترقان بتخصيص العرب في استعمالهم في استعمالاتهم. يعني في علم الدلالة أو في باب الدلالة يقال عندي حقيقة وعندي مجاز. حقيقة، عندي حقيقة لغوية وعندي حقيقة عرفية. وحتى الحقيقة العرفية عندي عرفية عامة وعندي عرفية خاصة. وكذلك المجاز، عندي مجاز لغوي يقابل الحقيقة اللغوية، وعندي مجاز عرفي عام يقابل الحقيقة العرفية العامة، وعندي مجاز عرفي خاص يقابل ايه؟ الحقيقة العرفية الخاصة. طيب، الحقيقة العرفية تتعلق باستعمالات العرب. مثلا كلمة دابة في أصل اللغة تدل على كل من يدب على الأرض، عاقلا يدب يعني يمشي يتحرك على الأرض، سواء أكان عاقلا أم كان إيه؟ غير عاقل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه الآية تشمل الإنسان وتشمل الحيوان وتشمل كل شيء، كل من يدب على الأرض فهو دابة. إلا أن العرب خصصوا معنى الكلمة من العموم إلى الخصوص، فالدابة تستعمل في الحيوانات فقط. إذن استعمال الدابة في الحيوانات يطلق عليه إيه؟ حقيقة عرفية عامة، عامة خاصة مصطلحات العلماء. الفاعل بمعنى اسم مختص في الجملة، هذا يختص به النحويون، هذا العرفي الخاص. أما العرفي العام فهو لا يرجو إلى شخص معين، يرجو إلى العرب على عمومهم. الدابة مختصة بالحيوانات، عرفية عامة. وكذلك الحيوان في الأصل، الحيوان بمعنى الحي، الحيوان والحي بمعنى واحد، ولكن غلب في الاستعمال جعل الحيوان مختصا بالدواب، هذه عرفية عامة. مفهوم الكلام؟ طيب، الأصل في الحقيقة اللغوية أن يكون فعل وأفعل بمعنى واحد، ولكن استعمال العرب قد يفرق في مواد معينة. أفعل مثلا علم، عندي أعلم وعندي علم. طيب العرب يستعملون أعلم في حالة خاصة وعلم في حالة خاصة، هذا على خلاف القاعدة، ويرجع إلى استقراء وتتبع كلام العرب واستعمالاتهم. هذا هو التنبيه الثاني، أن زيادة الهمزة وتضعيف العين أفعل وفعل للتعدية قد تشتركان في المعنى على الأصل وقد تفترقان بتخصيص العرب على العرفية العامة في استعمالاتهم. ومثال الأول أخبرته وخبرته بمعنى واحد، وأسميته وسميته بمعنى واحد، أوعزت إليه ووعزت إليه، يعني إيه؟ أي تقدمت إليه بمعنى واحد، هذا على الأصل. ومثال الثاني أعلمته، ما معنى أعلمته؟ أي أوصلت إليه معلومة معينة.
وعلمته بمعنى أدبته ودرسته. الإعلام شيء والتعليم شيء آخر. التعليم التدريس، علمه بمعنى درسه وأدبه حتى جعله يعني حتى بنى فيه ملكة في علم معين. أما أعلمه يعني أفاده معلومة واحدة، معلومتين، ثلاثة. مفهوم الكلام؟ هل توجد نصوص تدل على تغيير المعاني للكلمات؟ يعني هذه قصدك، هذه الفائدة، هل توجد كتب تنبه على هذا؟ أو أم الشعر؟ هذه منها ما نعرف بنصوص الأئمة. مثلا هذا الذي نقرر هنا مأخوذ من الإمام سيبويه من الكتاب. الإمام سيبويه هو الذي يقرر هذا. أعلم إذا أوصلت معلومة معينة، علم بمعنى درست، والأصل أن يكون بمعنى واحد. نعرف من نصوص الأئمة، ويمكن أن نعرف أيضا من تتبع كلام العرب. إن كنت ناقلا فالإسناد، وإن كنت مدعيا فالدليل. إذا كنت أنت الذي تثبت الفائدة طيب أدلة، وإن كنت ناقلا من إمام من الأئمة تثبت الأمر من كتبه أو إسناد يتصل إلى من تنقل عنه. هذه الفائدة منقولة من الكتاب. والمثال الثاني أعلمته، أي أوصلت إليه معلومة معينة، وألمته بمعنى أدبته ودرسته. يعني هذه مسألة خفيفة، لكن لو سألت الكثير يصعب أن تجد من يجيب. ما الفرق بين أعلم وعلم؟ ما الفرق بين أعلمته وعلمته؟ طيب، وكذلك أعزنته بمعنى أعلمته. أعزنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه السواء. وأذنته بمعنى النداء والإعلان. أذنته أعلمته، لكن أذنته بمعنى ناديته. وأمرضته أي جعلته مريضا. ومرضته يا سلام بمعنى قمت عليه بالخدمة في حال مرضي. مرضته يعني خدمته في وقت المرض. وأمرضته يعني أنا السبب في وقوعه في المرض. يا سلام. وأقزيت عينه بمعنى جعلتها قزية، أي جعلت فيها القزى الألم والمرض. وقزيت عينه بمعنى نظبتها، أي نظبتها. قزيت عينه بمعنى نظبتها. أقزيت عينه أي وضعت فيها القذى. طيب، المعنى الثاني. انتهينا من المعنى الأول، هل في سؤال؟ في المثال الأخير قزيت عينه، أليس هذا مما دل فيه التضعيف على الإزالة؟ نعم، قزى. الزيادة هنا يعني تضعيف العين هنا لمعنيين، التعدية والإزالة. التعدية والإزالة. لكن الإمام سيبوي ذكر الفعلين ليقرر الفروق التي تقع بين صيغة أفعل وفعل. نعم. المعنى الثاني التكثير. ما معنى التكثير؟ يراد بالتكثير في كلام الصرفيين هنا الدلالة على كثرة وقوع الفعل في نفسه، أو كثرة وقوعه على أفراد الفاعل، أو كثرة وقوعه على أفراد المفعول به. ومن الأول قولك جول الشرطي. جول الشرطي أي كثر جولانه. وطوف الحاج أي كثر طوافه. ومن الثاني قولك بركة الإبل. ما معنى بركة الإبل؟ أي كثر البارك من الإبل. وموت الناس موت الناس أي كثر الموتى من الناس.
ومن الثالث قوله تعالى وقطعنا أيديهن أي قطعنا كثيرا من الأيدي. الأيدي جمع اليد الجارحة. وعندي الأيادي. ما الفرق بين الأيدي والأيادي؟ أيوة الأيادي بمعنى النعم، اليد تستعمل بمعنى النعمة وتستعمل بمعنى الجارحة. اليد بمعنى الجارحة تجمع على الأيدي، واليد بمعنى النعمة تجمع على الأيادي. له أياد علي سابغة أعد منها ولا أؤددها. أي قطعنا كثيرا من الأيدي. وقوله وغلقت الأبواب أي بالغت وأكثرت غلق الأبواب. ومزقناهم كل ممزق أي مزق الكثير منهم، لأن نائب الفاعل مفعول به في المعنى والتقدير. ومزقناهم كل ممزق. وهذا المعنى هو الأكثر الغالب لصيغة فعل. وعليه فلا يحمل على غيره من المعاني عند الاحتمال إلا بقرينة جلية تصرف عنه. تنبيه مهم جدا، يظهر من كلام الصرفيين أن معنى التكثير أعم من معنى التعدية عموما مطلقا، فكل فعل لمعنى التعدية فيه معنى التكثير، وليس كل ما فيه معنى التكثير متعديا. موت الإبل فيه معنى التكثير وليس متعديا. موت الناس فيه معنى التكثير وليس إيه متعديا. كل فعل لمعنى كل فعل لمعنى التعدية فيه معنى التكثير، وليس كل ما فيه معنى التكثير متعديا. فقد يجتمعان في فعل واحد، وقد ينفرد معنى التكثير بالصدق على فعل لازم. ومثال اجتماعهما قوله تعالى وغلقت الأبواب. غلق فيه التعدية وفيه معنى التكثير. وقوله تعالى وقطعنا أيديهن فيه التعدية وفيه التكثير. وقوله تعالى ففهمناها سليمان. ومثال انفراد معنى التكسير قولك طوف الحاج. تكسير فقط بلا تعدية. وموتت الإبل وبركت الإبل أيضا. هذا ما يظهر من كلام جمهور الصرفيين. غير أن أبا حيان طيب غير أن أبا حيان قد نص على أن تضعيف العين لمعنى التكثير لا يكون غالبا إلا فيما كان مجرده متعديا. هذا مهم جدا ركزوا. غير أن أبا حيان قد نص على أن تضعيف العين لمعنى التكثير لا يكون غالبا إلا فيما كان مجرده نحو عربت النحو، فيقال فيه عربت النحو بمعنى عربته كثيرا، ولا يكون ذلك فيما كان مجرده لازما إلا قليلا. وإذا كان كذلك فحكمه أن يبقى على لزومه دون أن يتعدى. نحو موتت الإبل. والأكثر أن يكون تضعيف عين اللازم للتعدية كزيادة الهمزة تماما، فيكون خرج وأخرج على سواء، وغلق وأغلق كذلك، ودخل وأدخل متساويين. وعليه خطأ أبو حيان الزمخشري في جعل نزل في القرآن الكريم مختصا بنزوله منجما أي مفرقا على حسب المناسبات
وحاجات الناس والظروف، وأنزل مختصا بنزوله جملة واحدة. القرآن الكريم بالنسبة للنزول له اعتباران. الاعتبار الأول نزوله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، هذا وقع جملة. والاعتبار الثاني نزوله من سماء الدنيا إلى الناس، وهذا جاء مفرقا على حسب الأحداث والأسباب. فالإمام الزمخشري وغيره من العلماء، وهذا مشهور جدا، كل كلمة أنزل في القرآن الكريم يجعلونها مرتبطة بنزوله جملة، وكل نزل في القرآن يجعلونه مرتبطا بنزوله مفرقا منجما. الإمام أبو هيان خطأ الزمخشري وخطأ أيضا جماهير العلماء في هذه الجزئية، وحقق أنهما، أي أثبت بدليل التحقيق في الغالب في عبارات العلماء بمعنى إثبات الشيء بدليل، وحقق أنهما متساويان، أنزل هو نزل بمعنى واحد، بدليل قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، حيث تعدى نزل في الآية إلى القرآن المرفوع نيابة عن الفاعل وقيد بجملة واحدة. ولو كان يختص، أي نزل، بنزول القرآن منجما مفرقا لكان في الآية تعارض بين من جهتين: إهداهما طلب تنجيم القرآن مع أنه كذلك بالفعل فيكون طلبا لتحصيل الحاصل، والثانية قوله جملة واحدة فيفيد أول الآية طلب تنجيم القرآن، ويفيد آخرها طلب نزوله دفعة واحدة. فليتأمل. هل فهمتم شيئا؟ طيب، إضافة إلى هذه الفائدة، قال الإمام ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم من أحسن المآجم اللغوية، قال: وتنزله وأنزله ونزله بمعنى، يعني بمعنى واحد، تنزله أنزله نزله بمعنى. قال سيبويه، ابن سيدة ينقل عن سيبويه: وكان أبو عمرو ابن العلاء يفرق بين نزلت وأنزلت ولم يذكر وجه الفرق. قال أبو الحسن، أي الأخفش: لا فرق بين نزلت وأنزلت إلا صيغة التكسير في نزلت، يعني أبو الحسن الأخفش يقرر المشهور بأن نزل فيه معنى التعدية كما أنها موجودة في أنزل، لكن ينضاف إلى معنى التعدية إيه؟ معنى التكسير. وفي قراءة ابن مسعود: وأنزل الملائكة تنزيلا، الفرقان، سورة فرقان آية 25، يعني قراءة واحدة أنزل تنزيلا، إلا أن أنزل كنزل. وقول ابن جني: المضاف والمضاف إليه عندهم، وفي كثير من تنزيلاتهم كالاسم الواحد، إنما جمع تنزيلا هنا لأنه أراد أن المضاف وما أضيف إليه ينزلان في وجوه كثيرة منزلة الاسم الواحد، فكنا بالتنزيلات عن الوجوه المختلفة. ألا ترى أن المحموزة، ألا ترى أن المصدر لا وجه لجمعه إلا تشعب الأنواع وكسرتها. ومع أن ابن جني تسمح بهذا تسمح تحضر وتحذق، فأما على مذهب العرب فلا وجه له إلا ما قلنا. هذه كلها تتعلق
لمسألة هل فيه فرق بين نزل وأنزل. يعني أبو حيان يرى أنهما متساويان وله دليله، والجمهور يرون أن بينهما فرقا. أنزل يفيد مجرد التعدية، ونزل يفيد التعدية بالإضافة إلى معنى التكسير. المعنى الثالث، ولا في سؤال فيما يتعلق بالمعنى الثاني؟ الأخت زائرة وليست جاءت زائرة ولا جاءت إلى الدرس؟ ها؟ زائرة يعني؟ أيوة نعم. طيب، لا تعليق عندي، يعني إضافة جديدة على الكتاب بعد طبع الكتاب. يعني المعنى الثالث النسبة، تضعيف عين الثلاثي لمعنى النسبة، يراد به جعل المفعول به منصوبا إلى أصل الفعل المشتق منه. معنى النسبة عند الصرفيين في هذه الجزئية، تضعيف عين الثلاثي لمعنى النسبة، يراد به جعل المفعول به منصوبا إلى أصل الفعل المشتق منه، أي متصفا به. ومنه كرمته، ما معنى كرمته؟ أي نسبته إلى الكرم. وصدقته، أي نسبته إلى الصدق. وكفرته، أي نسبته إلى الكفر. وفسقته، أي نسبته إلى الفسوق. ومنه قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي فإنهم لا ينسبونك إلى الكذب، حيث إنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين بالإجماع. وأما قوله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، ففعل كذب هنا لمعنى التعدية والتقدير، فإن جعلوك كاذبا في شأن النبوة فقد فعل مثل ذلك بالأنبياء من قبلك. وبهذا التحقيق الصرفي يسقط ما بين الآيتين من التعارض المحتمل، لأن نسبة الشخص إلى الكذب غير الحكم عليه بالكذب في مسألة واحدة، فالأول عام مطلق والثاني مقيد بحالة واحدة، فليتأمل. المعنى الرابع الإزالة، قد سبق معناها، ومثالها قشرت الفاكهة أي أزلت قشرها، وجلدت الشاة أي أزلت جلدها بالسلخ، وجربت الإبل أي أزلت جربه بالقطران، أنا القطران والشعراء جربة، وفي القطران للجربة الشفاء، وقردت البعير أي أزلت قراده. نعم، كيف يضبط؟ ماذا؟ القطران، القطران بالكسر الطاء؟ لا، بفتح بكسر الطاء، ولا تسأل عن القاف ولا الطاء؟ القاف بالفتح، قطران. قطران، بسكون الطاء، بفتح القاف وسكون الطاء، أنا القطران. يعني نوع من الكي، تعرف الكي؟ لا عرفك الله إياه. معالجة الجرح بالنار، هذا يسمى الكي، جرح يعالج بإيه؟ بالنار، حديد يوضع على النار حتى إيه؟ يعني علاج قديم ولم تسمع عنه؟ أيوة خلاص، ورأيت أيضا هذا يحدث حتى الآن أظن في القرى، يعني هناك بعض الأمراض بعض الجروح تعالج بهذه الطريقة، طريقة قاسية جدا. وهذا أيضا يستعمل في الإبل، إذا أصيبت بمرض الجرب هو أيضا كالجروح بالنسبة للإنسان تعالج بهذه الطريقة.
نعم. وقردت البعيرة أي أزلت قرادة، وقزيت عينه أي أزلت عنها القزاء. المعنى الخامس الصيرورة، قد سبق معناها أيضا، ومثالها عجزت المرأة أي صارت عجوزا، وثيبت المرأة أي صارت ثيبا، ويتمت الأولاد أي صاروا أيتاما، وعونت المرأة أي صارت عوانا، وروض المكان أي صار روضة. المعنى السادس الظرفية الزمانية، يراد بها الدلالة على وقوع العمل في وقت ما اشتق منه الفعل، نحو حجر الرجل أي سار في وقت الحاجرة، وقت شدة الحرارة. وصبها أي أتى في الصباح، وغلس ومسى بمعنى إيقاء أمل في الغلس والمساء، ومنه قوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. صبحهم أي أتاهم في الصبح. المعنى السابع الظرفية المكانية، يراد بها الدلالة على الدخول في مكان اشتق منه الفعل، ومنه كوف الرجل إذا دخل الكوفة، وغور الرجل إذا مشى إلى الغور، وفوز المسافر أي مشى إلى المفازة وهي الصحراء. ومنه قول الشاعر سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هذا البيت يجري مجرى المثل، يجري مجرى المثل، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. مشرقة أي داخل في الشرق، مغربا أي داخل في المغرب. المعنى الثامن الاختصار والنحت، يراد به اشتقاق الفعل على بناء فعل من الكلمات التي تركبت منها جملة للاختصار، ومن ذلك حلل أي قال لا إله إلا الله، وكبر أي قال الله أكبر، ولبى أي قال لبيك اللهم لبيك، وأمن أي قال آمين، وسبح أي قال سبحان الله، وحمد أي قال الحمد لله. تنبيه، قد وردت صيغة فعل لمبالغة المجرد، فيكون المزيد والمجرد سيين في المعنى، ومن ذلك سفق بكفيه وسفق بهما والمعنى واحد، وشمر زيله وشمره بمعنى واحد، وخمن الشيء وخمنه بمعنى واحد أي قدره، التخمين بمعنى التقدير، وأبر النخلة وأبره بمعنى واحد، وقطب وجهه وقطب وجهه بمعنى واحد، وزاله وزيله إذا فرقه. وبهذا انتهينا من معاني صيغة فعل. نعم. الأفعال النحت كلها سماعية في الظاهر. نعم. ليس عندنا نص في قياسيتها، والظاهر أنها سماعية. نعم. معاني صيغة فعل، وهي الصيغة الثالثة والأخيرة من صيغ الزيادة على الثلاثي بحرف واحد. وردت زيادة الألف بين الفاء والعين بأن يكون على وزن فاعل لعدة معاني، أهمها ما يلي: المعنى الأول المشاركة، هي الدلالة على أن المفعول به شريك للفاعل في إحداث الفعل، يعني هو مفعول به في الإعراب فقط ولكنه فاعل في المعنى، وهي أي المشاركة على ثلاثة أنواع: الأول أن يكون الفعل المجرد لازما،
فيقترن معنى المشاركة بالتأدية اللفظية من نسب المفعول به نحو كرم حسن جلس فيقال كرمت زيدا يعني أكرمته وأكرمني وحسن أمر بكرا وجالست العلماء جلست إليهم وجلسوا إلي. الثاني أن يكون الفعل المجرد متأديا لمفعول واحد لا يصلح لإسناد الفعل إليه فيضاف إلى معنى المشاركة التأدية اللفظية أيضا نحو جذبت الثوب ولبست الرداء فلا يصح إسناد الجذب إلى الثوب ولا إسناد اللبس إلى الرداء يعني لا يصح أن نقول أها لبس الرداء ولا جذب الثوب فيقال جاذبت زيدا ثوبا يتعدى إلى مفعولين ولا بست بكرا الرداء. الثالث أن يكون الفعل المجرد متأديا لمفعول واحد على الإطلاق فلا يكون فيه إلا معنى المشاركة فقط نحو ذاكرت زيدا وكاتبت هندا وصارعت العدو وضاربت عمرا ومنه قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا كاتبوهم والمكاتبة اتفاقية مكاتبة بالمعنى الفقهي بالمعنى الشرعي اتفاقية بين السيد وعبده فيما يتعلق بنيل حريته صحيح؟ وقوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان والقتال عمل يقتضي الطرفين دائما القتال شيء والقتل شيء آخر. المعنى الثاني التكثير تأتي صيغة فعل لإفادة معنى تأتي صيغة لا فعل إيه فعل هذا خطأ خطأ مطبعي تأتي صيغة فاعل وليس فعل تأتي صيغة فاعل لإفادة معنى التكسير نحو قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يضاعف لمعنى التكسير وقوله تعالى وإن تكن حسنة يضاعفها وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ونحو كاثرت إحساني وآقبت اللص وذاكرت الدرس. المعنى الثالث المبالغة هي أن يكون المزيد بمعنى المجرد مع مزيد من المبالغة من باب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ومنه قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون بمعنى يخدعون يخدعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم بدليل قراءة متواترة أخرى وما يخدعون إلا أنفسهم وقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا بدليل قراءة أخرى إن الله يدفع يدافع ويدفع بمعنى واحد إلا أن يدافع أبلغ من يدفع. ومنه سافرت إلى مصر وهو بمعنى سافرت إلى مصر بشيء من المبالغة وكذلك ناولته الحدية بمعنى أعطيته فهو في المعنى مثل نلته وأنوله الحدية نلته وأنوله إني نلت بضم النون ونلت بكسر النون وفرق بينهما في المعنى نلت بكسر النون بمعنى أصبت يعني وجدت ونلته بمعنى أعطيته الله يعني نلته على وزن فاعل
وهو أجوف يائي نال ينال وأصله نيل ينيل ومصدره نيل نيل بمعنى الوجود. أما هذا فهو على وزن فعل يفعل نال ينول وهو أجوف واوي نول ينول والمصدر نولا ونوال حتى المصريون يسمون بهذا الاسم نوال. ها هناك واحدة معتوحة ماتت عن قريب تقريبا اسمها نوال المخربة دي صحفية هي مبتية يعني تبتي في الدين أيوة نعم نوال أصله في اللغة بمعنى العطاء بمعنى الهدية نعم لا عندنا في ورش وما يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون طيب وفي حفص وما يخدعون يعني عندنا الكلام في قراءتين يخادعون الله هذا تقريبا متفق بين القراءات لكن وما يخادعون أو وما يخدعون نعم لكن يعني أثبتكم مرتين يخدعون أها ما لحظة بدليل قراءة متواترة أها وما يخدعون إلا أنفسهم نعم نعم يعني في الذكر الأول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون يعني في الذكر الأول المراد قراءة إثبات الألف في الفعلين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون حبس هذا هو المراد في الذكر الأول للآية والذكر الثاني بدليل قراءة أخرى وما يخدعون إذن وما يخادعون في الذكر الأول يعني خطأ وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الاستدلال بإيه؟ برواية حفص وما يخدعون ورش وليس ورش فقط عدة قراءات وما حفص يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم هذا حفص ولا ورش؟ حفص أها طيب وما يخادعون هو ورش طيب نافع القراءة الثانية أنا في البداية ختمت القرآن بورش ثم تحولت إلى حبس فأحيانا يختلط علي الأمر قليلا في الثاني يخادعون الله والذين آمنوا لحظة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون هذا هو ورش طيب الألف في الأول الألف في الأول أي وما يخادعون نعم وكذلك ناولته الهدية بمعنى أعطيته فهو في المعنى مثل نلته أنوله الهدية زيادة الألف للمبالغة أو بالهدية نولا ونله فعل أمر يعني كقلته أقوله قولا وقله والنوال والنائل بمعنى العطاء بخلاف نلته أناله نيلا ونله فإنه بمعنى الوجود والإصابة فالأول من الأجوف الواوي والثاني من الأجوف اليائي والأول على باب نصر ينصر والثاني على باب علم يعلم فليتأمل المعنى الرابع يرى الإضافة
يراد بها إضافة ما اشتق منه الفعل إلى المفعول به نحو عاقبته أي جعلته ذا عقوبة وآفاه الله أي جعله الله ذا آفية وصعر خده أي جعله ذا صعر وهو ميل في الأذن للدلالة على الكبر والتعالي وهو المنهي عنه في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لا تصعر يعني كناية عن التكبر والغرور والتعالي على الناس وقولهم راعنا سمعك أي اجعل سمعك ذا رآية لنا وقد زاد بعض الصرفيين معنى الموالاة لهذه الصيغة ومثلوا له بواليت الشيء وتابعت الأمر ولا يظهر لي ذلك لأن الزيادة في الفعلين للمبالغة في رأيي ومعنى الموالاة مأخوذ من مادة الفعل لا من الوزن يعني تابعت الأمر يدل على الموالاة والمتابعة بمادة الكلمة وليس بالوزن ونحن هنا نتكلم عن معاني الصيغة وليس عن معاني المادة لعدم ورود ذلك المعنى في فاعل من فعل ليس في مادته معنى الموالاة يعني أقول مثلا ناصرت بمعنى الموالاة والمتابعة لم يثبت هذا ثبت في الأفعال التي تدل على معنى الموالاة والمتابعة بمادتها فالأولى أن تكون زيادة للمبالغة يعني الصيغة تؤكد معنى المادة اللغوية تنبيه المعنى الأصلي لصيغة فاعل هو المشاركة وعليه فلا يهمل هذا الوزن على معنى التكسير أو المبالغة إلا إذا امتنع الحمل على الأصل ووجدت قرينة تصرف عنه إلى غيره وبهذا انتهينا من صيغ المزيد الثلاثي بحرف واحد يأتي بعده صيغ المزيد الثلاثي بحرفين كم الساعة الآن؟ 9 بالضبط؟ طيب ندخل فيه معاني صيغة التفاعل هل من سؤال؟ هل من سؤال قبل أن ندخل في باب جديد معاني صيغة تفاعل يزاد على الفعل المجرد الثلاثي التاء في أوله والألف بين الفاء والعين على وزن تفاعل لعدة معاني ودونك الأهم منها المعنى الأول الاشتراك الاشتراك هو نسبة الحدث إلى المعطوف والمعطوف عليه أو إلى ما هو بمنزلتهما من المفرد المتعدد المعنى على أن كل منهما فاعل ومفعول به في آن واحد ومن ثم لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ومن ذلك تقاتل بكر وتغلب بكر وتغلب قبيلتان من قبائل العرب تقاتل زمنا طويلا وتضارب الأعداء وهو على قسمين الأول أن يكون فاعل منه متعديا لمفعول واحد فيكون لازما بسبب هذه الزيادة لمعنى الاشتراك نحو ضاربت العدو وتضاربنا وشاتم زيد عمرا وتشاتم زيد وعمر وقاتل المسلمون الكفار وتقاتل المسلمون والكفار يجوز الوجهان بمعنى واحد وعليه أيضا قول ابن أبي ربيعة قول ابن أبي ربيعة عمر ابن أبي ربيعة يقول فلما توافقنا وأسلمت أشرقت وجوه زهاها الحسن أن تتقنع غزليات عمر
فلما توافقنا، هو الشاهد، وأسلمت يعني سلمت، أشرقت أي أنارت وجوه زهاها بمعنى منعها، يستعمل زها يزهو بمعنى استخف وتهاون، وهو في البيت مضمن معنى منع زهاها أي منعها الحسن أن تتقنع، وتقنع بمعنى تغشى بثياب، وهو مأخوذ من المقنع اسم لما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها، يعني وجوه زهاها الحسن منعها الحسن من أن يوضع عليها النقاب. الثاني أن يكون فاعل منه متعديا لمفعولين، نحو جاذبت زيدا الثوب، ونازع بكر هندا الحديث، فيكون متعديا لمفعول واحد فقط وهو الثاني، وأما الأول فيندرج في الفاعل فيقال تجاذبنا الثوب بدلا من جاذبت زيدا الثوب، وتنازع بكر وهند الحديث بدلا من نازع زيد هندا الحديث، وعليه قوله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، وقول امرئ القيس فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، تنازعنا الحديث أصله نازعتها الحديث. نكتة، قد ذهب جمهور المفسرين إلى أن صيغة فاعل تدل على المشاركة ضمنا لا صراحة لانتساب الشريك على المفعول به، فالمرفوع هو الفاعل الصريح والمنصوب فاعل ضمنيا، وأما صيغة تفاعل فإنها تدل على المشاركة والاشتراك صراحة، ولذلك لا ينتسب الشريك على المفعولية فيها. وذهب بعضهم إلى أن المرفوع بفاعل هو السابق في الشروع بالشروع والمنصوب مسبوق، عندما أقول ضربت زيدا فأنا من بدأ بالضرب، جالست أستاذي أنا الذي بدأت بالجلوس وأنا الذي طلبت الجلوس، ولا أقول جالسني أستاذي، غير أنه قد أبطل رضي الدين الاستيرابازي القولين، وذهب إلى أنهما بمعنى واحد، فيكون تفاعل أبلغ من فاعل من باب زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. المعنى الثاني الادعاء، ما هو الادعاء؟ الدلالة على أن فاعل الفعل يظهر ما ليس متصفا به في الحقيقة، يدعي، نحو تجاهل العالم، أي ادعى العالم أنه جاهل لضرورة ما، وتمارض زيد أي ادعى أنه مريض على خلاف الحقيقة، وتغافل الرجل أي زعم أنه غافل، ومنه في الأثر لا تمارضوا فتمرضوا أي لا تكذبوا في نسبة المرض إلى أنفسكم فتمرضوا، وهذا الأثر يناسب طلاب العلم كثيرا، أي غياب يقول أنا مريض، يا رجل سيأتي المرض الحقيقي، لا تمارضوا فتمرضوا أي لا تدعوا المرض كذبا فتصابوا بالمرض الحقيقي، ومنه قول ابن أبي ربيعة تبالحنا بالعرفان لما عرفناني، وقلنا امرؤ باغ أكل وأوضح، تبالحنا بالعرفان، تبالحنا مأخوذ من البلاهة أي أظهرنا البلاهة وهو الحماقة، مع أنهن في كامل الذكاء، وأكل بمعنى أعيا مطيته، وأوضع بمعنى سافر
سار كثيرا أتعب مطيته أيضا بكسرة السفر والعجلة كناية عن الغربة غريب جاء من مكان بعيد أكل وأوضع كناية على أنه جاء من مكان بعيد الشاهد تبالحنا ومنه قول أبي تمام ليس الغبي بسيد في قومه ليس الغبي الغبي لا يكون سيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي المتغابي يعني يعرف كل شيء ما دق وما جل ولكن يتغاضى كأنه لا يعرف هذا هو الذي يستحق السيادة ليس الغبي بسيد في قومه أنا كنت أقول إيه الذكاء أن تعرف كل شيء وتتظاهر بأنك لا تعرف هذا هو الذكي يعني يفهم كل ما يدور حوله ويعمل كأنه لا يعرف لكن إذا عرفت وأظهرت أنك تعرف أها فالاستفادة من المعرفة ستكون محدودة لأنك ستواجه بالطريقة التي تستحقها لكن عندما تتظاهر بأنك لا تعرف فلا يقام لك وزن فلا يعني ستكون مرتاحا إلى حد كبير والمتغابي اسم فاعل من تغابة أي مدعي الغباوة وهو على قمة الدهاء والذكاء ومنه أيضا قول المعري أبي العلاء المعري يقول ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل أي زعمت أني جاهل مع أن الحقيقة على خلاف ذلك إذا ابتليت بمجالسة الجحلاء فإياك أن تظهر علمك فتظاهر بأنك مثلهم فسيحترمونك أكثر ولكن إذا تظاهرت بأنك عالم سيخاطبونك بلغة وبأسلوب لا تستطيع أن ترد عليه وعندي زميل طريف حرف هذا البيت بدلا من ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل قال إيه ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني أبو جهل بدلا من جاهل استعمل كلمة أبو جهل فازداد البيت طرافة وجمالا تنبيه يعبر الصرفيون عن هذا المعنى أي عن الادعاء بالتكلف وأنا عدلت عنه إلى الادعاء لأنه أي التكلف من معاني صيغة تفعل كما سيأتي يعني التكلف معنى من معاني صيغة تفعل ومعنى من معاني صيغة تفاعل ومعناه في صيغة تفاعل يختلف عن معناه في صيغة تفاعل فلذلك يعني المصطلحان موجودان في كتب الصرف اخترت المصطلح الذي يختص به هذا الباب وهو الادعاء ومعناه هناك أي التكلف في صيغة تفاعل كما سيأتي إيقاء الفعل المحمود بشيء من المؤاناة والمشقة الفعل المحمود وهو هنا إذن يخالف معناه هنا كما سبق والاشتراك في المصطلحات مزنة اللبس والغموض وعلى ذلك فمعنى الادعاء في تفاعل هو التكلف في كلام القوم نقطة معنى الادعاء والتكلف في تفاعل يعني إظهار شيء مذموم على خلاف الحقيقة لضرورة إظهار شيء مذموم تظهر أنك تتصف بشيء مذموم مع أن الحقيقة على خلاف ذلك هذا معنى الادعاء والتكلف في صيغة التفاعل ومن هنا لا يؤخذ هذا البناء لا يؤتى ببناء تفاعل لمعنى التكلف والادعاء إلا من الأفعال الدالة على الخصال القبيحة نحو تجاهل من الجهل وهو شيء قبيح
وتبالها من البلاها وهي الحمق وهو شيء قبيح، وتغاب من الغباء، وتغافل من الغفلة شيء قبيح، وتآمى إلا مرض العمي، وتعاشى تعاشى مأخوذ من إيه؟ يعني ربنا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني ضعف البصر، يتكون العين لا تقوى على النظر إلى النور القوي. عندما ينظر الإنسان إلى نور قوي أو إلى الشمس في وضح النهار يشعر في عينه بإيه؟ بضعف. هذا هو الذي يستعمل فيه هذه المادة اللغوية يأشو وتآشى، ومنه الأعشى أيضا. نعم، حتى لا يتوهم أحد أنه من العشاء والعشاء شيء يعني محمود والحمد لله وليس مذموما يعني. وتعارج من العرج، ولا يجوز أخذه من غير ذلك إلا لمعنى آخر. ومن ثم لا يجوز أن يقال تعالم في مدعي العلم، وهذا من الأخطاء الشائعة، يقال متعالم بمعنى جاهل يدعي العلم، هذا لا يصح. يعني بناء تفاعل لمعنى الادعاء يكون في الأفعال القبيحة، ولا يقال أيضا تزاكى، تزاكى يعني يتظاهر بأنه ذكي مع أنه ليس كذلك. لا، هذا الباب لهذا المعنى مختص بالأفعال القبيحة. وتفاصح في مدعي الفصاحة، يتظاهر بأنه فصيح والأمر ليس كذلك، لا يصح أيضا. واستعماله بين الناس من الأخطاء الشائعة، وينعكس هذا المعنى في صيغة تفعل، فإنه يأتي لمعنى التكلف وهو إيقاء الفعل بمشقة ومعاناة، نحو تعلم وتحلم وتصبر وتكرم وتصوف. فلا يؤخذ هذا البناء أي تفعل لمعنى التكلف إلا من الأفعال الدالة على الخصال الحميدة، لأن التكلف لا يكون إلا في إيقاء سفاسف الأمور. فإن قلت قد جاء في الصحاح للجوهري تفصح في كلامه وتفاصح بمعنى واحد، يعني تكلف الفصاحة، قلت إنه لمعنى التكلف وليس بمعنى التظاهر والادعاء كما في تجاهل وتمارض. المعنى الثالث المطاوعة، وهي وقوع الفعل بتأثير من فعل فاعل آخر، نحو باعدته فتباعد، وواليته فتوالى، وتابعته فتتابع. تنبيه، هذه المعاني الثلاثة المذكورة هي المعاني الأصلية لهذه الصيغة، والأصل منها الأول أي المشاركة أو الاشتراك، فيهمل عليها عند عدم وجود قرينة صارفة عنها. وقد وردت هذه الصيغة لمعاني أخرى على قلة لا يسأ الكتاب المختصر تقصيها. نقطة لطيفة، إذا كان فاء الفئل دالا أو ظاء أو طاء أو صادا أو ضادا وجيء به على وزن تفاءل أو تفاءل جاز، جواز لا وجوب، جاز أن تقلب التاء إلى جنس ما بعدها ساكنة مدغمة فيه مسبوقة بهمزة الوصل، فيقال ادفع بدلا من تدفأ، والدافع والدافع بدلا من ايه؟ من تدافع. الدافع اصله ايه؟ تدافع. فحصل ماذا ان شاء الله؟ التاء قلبت الى جنس ما بعدها وسكنت وادغبت فيه، لما كانت ساكنة امتنع
ابتداء الكلام بها فجاء بهمزة الوصل. ويقال الظمأ والظامأ. الظمأ أصله تظمأ، والظامأ أصله تظامأ. والطهر والطاهر. الطهر أصله تطهر، والطاهر أصله تطهر. والصبر والصابر. الصبر أصله تصبر. ها ركزوا في هذا، مهم وموجود في آيات قرآنية بكسرة وفي أشعار. والصابر أصله تصابر. ويقال الضبط والضابط، وأصله تضبط وتضابط. وعليه قوله تعالى فادارأتم فيها. ادارأتم في سورة البقرة أصله إيه؟ تدارأتم. فقلبت التاء دالا ساكنة مدغمة في الدال وجاء بهمزة الوصل. نعم كيف يعني عندنا صيغتان الضبط الضبط ضاد مشددة، هذه الصيغة الأولى، ثم الثانية الضابط. الألف الألف تكون إيه قبل الباء وليس بعد الباء. الضابط نعم هذا خطأ. أحسنت. الضابط صحيح، الألف قبل الباء. طيب نكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم نبدأ بمعاني صيغة تفعل.